طبعا اليوم جايبت لكم شيء كلش حلو، وكل ما اكون قاعده بمكان بمطعم بالمطار بالبيت فاضي ما عندي شيء يشوفوني البنات، كم هاي اللعبه والعب. اليوم جايبت لكم لعبه اسمها ملكه المور، بما اني انا احب الفاشن واعرف اغلب البنات مثلي يحبون الفاشن، جايبت لكم لعبه اسمها ملكه الموضه تابعه لشركه طمطم. طبعا شركه طمطم هي من اشهر الشركات اللي عندها جيمز واهمها بالعالم العربي. طبعا هاي الجيم تقدرون من خلالها تسافرون كذا دوله، طبعا من التليفون مو تسافرون، تحجزون تيكت تروحون باريس تسوون شوبينج، تروحون بيروت، تروحون نيويورك، تقدرون تغيرون اللوك مالتها. فراح اشوفكم اللعبه، وطبعا راح احط لكم الروابط هسه، رابط الفيديو هذا راح احط لكم بيه رابط الجيم لما تنزلوها من تليفون ايفون، والفيديو اللي وراه رابط اللي ينزل من تليفونات الاندرويد، رابط الاندرويد ورابط الايفون. اوكي، وهذا الفيديو راح يكون تحت هنا رابط مع الاندرويد، راح نزلوا اللعبة وبس راح نحط لكم الكود الخاص بي. بس هم صاروا ساعة صحون علي، راح أكافي لعب أكلي حد الآن ما ماكله، قاعدة ألعب بالجيم. هسه ححط لكم الرابط، سوري حطيت لكم هسه الرابط، راح أحط لكم الكود. طبعا هذا الكود هسه راح أكتب لكم إياه، تكتبوا لي كل اللي نزل الجيم، واول اول 500 شخص راح يحط الكود وراح ينزل الجيم راح يطلع له 25000 كاش داخل اللعبه، 25000 كاش تشترون بيها كل شيء تريدون من خلال هذا الكود. ما تضيعون فرصه، استعملوا الكود وخلوا عندكم فلوس حتى تشترون وتتبضعون براحتكم وتلبسون اللي يعجبكم وتحطون وتسافرون وتسوون اللي تريدون. طبعا ها مثل ما شايفين اني هسه دخلت للجيم. اوكي، هسه قاعده اختار لها الملابس، شنو رايكم بهاي اللبسه؟ اوكي، وما اختارت لها اني الشوز، تقدرون طبعا تروحون هنا تختارون اللي تريدوا، احذيه كاجوال كل شيء يعني، حتى اكو اكسسوارات تروحون هنا على الاكسسوار تقدرون تختارون الاكسسوار اللي تريدوه. شوفوا يا هاي ممكن حلوه تطلع. هذه حلوه بس احس لو نلبسها بوت احلى، مو صح؟ هنجرب نلبسها بوت. هنا طبعا الخزانة اللي انتم تريدون تختارون منها ملابس، يعني اول ما تفتح عندكم الجيم تفتح هي طبعا لابسة يعني يكون لابسة روب، فتروحون طبعا انا هنا مثل ما شايفين ما اختارت لها، هنا تقدرون تصعدون تروحون لاي مكان، هنا غرفة الملابس، هنا راح نصعد فوق، فانا ايش راح اسوي؟ بما اني راح اصعد فوق هناك الميك اب واللوك البنية اللي انتم تريدوه. اوكي، فايش راح اسوي؟ راح اروح على الخزانة مرة ثانية بما اني استعجلت وبدلت لها، وراح نروح نشيل الهات اللي انا لبست هي، بس بعدين ارجع البس هي. هسه راح نصعد فوق نختار شكل الشعر اللي انتو تريدوه، اي شي تريدوه. كل واحد يقدر يسويها مثل ما يريد، يعني تشبهه اللوك اللي هو نفسه يسويه، بس ما يصير انا اختاريت لها هذا الشعر. اوكي، هسه نروح نختار العيون، شوفوا اي شكل عين تكونون حابين، فاني يمكن هاي حلو صح؟ هذا عجبني. لا هذا
اختاريت هاي العين. اوكي. حواجب هاي. الشفايف. دون. اوكي. وحتى السكين تون مالتها تقدرون تختاروا. يلا ننزل جوا. هسه راح نطلع برا. مثل ما شفتوا طبعا انا كنت مختارت لها كل شيء بس قدامكم حتى اشوفكم طريقه اللعب شلون تلبسوها وشلون تسوون شوبينج شلون تغيرون شكلها اللي يعجبكم وبس ان شاء الله تكون حبيتوا الجيم مثل ما انا حبيتها. حطيت لكم طريقه شلون نحط الكود ولا لا؟ حطيت لكم صح. طبعا انا هنا نسيت اقول لكم انتهيت بالجيم ونسيت اقول لكم شلون نحط الكود. تروحون لهنا أنا. اوكي تروحون على اخر وحده وتحطون الكود مالتي اللي انا حطيت لكم اياه حتى ينطيكم الكاش اللي قلت لكم عنه. هنا تدوسون على عفوا على هاي وين محطوط باص ستيشن تفتحون هنا تقدرون تروحون القاهره لبنان دبي باريس لندن كل الدول هاي او تقدرون تروحون شارع الموضه. رحنا لشارع الموضه اوكي. بس ايش راح نسوي؟ راح نرجع نروح على الباص ستيشن. خلينا نروح باريس نسوي شوبينج اوكي. هنا هاي احنا صرنا باريس. شوفون تقدرون ايش تقدرون تشترون اوكي. مثلا خلينا نشتري هذا الشراء. اشترينا نشوف مثلا نشتري هاي الباك. Anything you guys want, you don't have to.